بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة الأسبوع ده الأحد 15/3/2020 الجزء الأول، هنتكلم عن الأمراض الطفيلية Parasitic Disease. هتكلم أنا تحديدا عن الجزء البروتوزوال Diseases اللي هي الأمراض الطفيلية اللي بتسببها بروتوزوا. طبعا حرصا من الجامعة على سلامة أبنائنا الطلاب، نتواصل عن طريق التعليم عن بعد، وموجود الإيميل وأي وسيلة للتواصل، احنا جاهزين للرد على أي استفسارات لأبنائنا الطلاب. لو جينا نتكلم عن البارازايتس أو البارازيتك ديزيزز في دورها في أمراض الطيور، هنلاقي إنها بتمثل أهمية اقتصادية كبيرة، لان احنا لو تخيلنا بس مرض زي مرض الكوكسيديا على سبيل المثال، النافق اللي بيعمله في المزارع، النقص في الوزن، النقص في انتاج البيض لو كان قطيع بياض، الدروب في البرودكشن، يعني النقص الوزن ده بيسبب ايضا خسائر اقتصادية في انتاج اللحم في قطعان التسمين او البرويلرز. البارازايتس أهمية الاقتصادية produce more mortality على سبيل المثال، يعني ممكن هي الأمراض الطفيلية في حد ذاتها مباشرة تؤدي إلى mortalities وإلى نافق عالي، وعلى سبيل المثال في حالة السيفير كوكسيديوزيس، الكوكسيديا الشديدة بتدي نافق ونافق عالي مما يؤدي إلى خسائر اقتصادية. ممكن تؤدي الى other diseases، الى امراض اخرى زي الانفستيشن باللايس اللي هو اكتوبارازايت مثلا، يؤدي الى الانيميا. ممكن الطفيليات تنقل other diseases زي السبايروكيتوزيس اللي هو زهر الطيور، اللي هو بيتنقل بالسوفت تيكس اللي هتاخدوه مع الزملاء في هذا السمستر، ايضا مرض السبايروكيتا اصل بيتنقل عن طريق السوفت تيكس اللي هي اكتوبارازايت على الطيور من الخارج، فبتنقل مرض السبيروكيتوزيس. decrease في البودي ويت and less egg production، نقص في انتاج في الوزن ونقص في انتاج البيض، ودي في حد ذاتها خسائر اقتصادية فادحة في القطعان الكبير والصغيرة على حد سواء. Factors affecting the incidence and severity of parasitic diseases. عندنا أول factor، يعني عندنا بعض العوامل اللي بتتحكم في شدة ومعدل ظهور أو frequency أو incidence بتاع الأمراض الطفيلية. Number one the age. بنلاقي دائما إن the younger ages are more susceptible than adults. Season. وبالذات في الإكتوبرازايتس بنلاقي هي ريليتد لمواسم معينة، يعني الإكتوبرازايتس بتكون مور كومون في السمر في الطقس الحار. الإكتوبرازايتس النيوتريشن تغذية، كلما كان الطائر يحصل على حاجاته الأساسية من الغذاء الأديكويت فيتامين إي بروتين، كل ده بيزود المناعة والمقاومة للعدوى الطفيلية. بعض الأمراض الطفيلية بندي مثلا في حالة الكوكسيديوز بندي فيتامين كي عشان يقلل اللوسز أو الخسائر الناتجة عن الكوكسيديا، لأن الكوكسيديا بتعمل هيموراجز، فبالتالي لما ندي فيتامين كي بيقلل الهيموراج وبالتالي بيقلل الخسائر الاقتصادية الناجمة عن مرض الكوكسيديوز. System of housing، نظام الهاوزنج أو نظام الحظائر أو البيوت نفسه له علاقة وثيقة بمعدل انتشار أو بمعدل ظهور الأمراض الطفيلية. فبنلاقي إن لما بنربي الطيور في كيجز أو باتريز ده بيقلل إلى حد كبير جدا، يكاد يصل إلى يعني انعدام ظهور الكوكسيديا، بيقلل ظهور الكوكسيديا إلى حد كبير جدا. والديدان والديدان اللي يعني نيماتودز، لانه الطائر مش he will not get access to the infective stage بتاع الكوكسيديا اللي هي sporulated oocyst، وايضا لل eggs of nematodes. هيجيبها منين اذا كان هو متربي في باتري على سلك وبيكون dropping بتنزل اول باول وبيتم التخلص منها، فبالتالي مفيش اي فرصه ان يحصل الانفكتيف stage تكون موجوده والطائر يتناولها.
لكن بقى الطيور اللي هي بتتربى على الجراوند او الليتر سيستم او على الفلور بنلاقي ان هي مور لايبل تو بارازيتك انفستيشن، وبالذات لو كانت طيور مثلا باك يارد بولتري او تتربى في الاوبن زي مثلا التربيه المنزليه بتكون معرضه بصوره شديده قوي للعدوى بالكوكسيديا والعدوى بالامراض بالنيماتودز زي الاسكاريديا جال بالانفل، لان بتكون سهل جدا انها تحصل على الانفكتيف ستيج بتاعت النيماتودز والكوكسيديا. Hygiene and hygiene management. Good hygienic measures decrease the occurrence of parasites. بالتأكيد كل ما كان الهاوس متحافظ عليه من ناحية الهيجين ومن ناحية المانجمنت. Good practice في الهيجين والمانجمنت. هلاقي إن في معدل ظهورها الأمراض الطفيلية يقل كتير جدا. The use of medications. بعض يعني دقب المربين من فترة طويلة أو المصانع إنتاج العلاف على إنها بتضيف مضادات كوكسيديا anti-coccidial drugs في البولتري فيدز على سبيل المثال anti-coccidial drugs، وبالتالي دي قللت جدا جدا من الانسيدنس ومن الفريكوانسي بتاع ظهور الكوكسيديوس. هنتكلم النهاردة او المرض من الامراض الطفيلية البروتوزوال ديزيزز، الامراض الطفيلية اللي هي بتسبب البروتوزوا. عندنا الهيستومنس او الهيستومنيازس او البلاك هيد، مرادفات ليها البلاك هيد مرض الرأس السوداء او الانفكشوس انتيرو هيباتايتس. انتيرو هيباتايتس لانها بتصيب مينلي جزء من الانتستين، ومن هنا جاي الانتيرو اللي هو السيكم والليفر، فبالتالي انتيرو هيباتايتس انفكشوس انتيرو هيباتايتس. بلاك هيد بتتكتب وان وورد، كلمه واحده مش بتتقسم بلاك وبعدين هي بلاك هيد على طول، او الهيستومنيازس او الانفكشوس انتيرو هيباتايتس. تعريفه عباره عن اكيوت كرونيك اور كرونيك ديزيز اوف فاول بيأفكتس سيكا اند ليفر تو سيكاي اند ليفر. اتس وان اوف ذا سيريس ديزيز اوف يانج تركيز. It causes poor cross-lease feed utilization and death. المرض ده أساسي ومهم جدا في الروم. ده مرض أساسي في الروم. يصيب التوسيكاي والليفر. بيسبب morbidity ومورتاليتي عالية جدا في التركي بولز. وبالتالي لكن في التشيكن less affected. بتتأثر بالمرض لكن بمعدل أقل. وبصورة السيفيريتي بتاع المرض أقل. يعني في التركي أحيانا بيوصل النافق إلى 80% في التركي، لكن في التشيكن إذا أصيبت بيكون النافق أقل بكتير. المرض ده يعني فيه حاجة مميزة جدا إن هو التشيكن أحيانا بتمثل كارير، أو مش أحيانا، ده في كتير من الحالات جدا بتكون كارير ما بتتأثرش بالمرض، وبعدين بتنقله للتركي لو كانت متربية مع التركي في مكان واحد، او لو حتى كان المكان اللي اوكيوبايد او اللي متربي فيه التركي كان اوكيوبايد قبل كده حتى ولو من سنوات عديدة بالتشيكن، فبالتالي الدروبينج بتاعتها هيكون فيها الهيستومونيدز او الهيستومنس بروتوزوا. وبالذات ان الهيستومنس بتدخل في حاجة بتحميها، يعني دايما عندنا الهيتراكس جاليني دي بتعيش في السي تو سي كاي اوف تشيكن. الهيستومنس دي عباره عن نيماتود ملوش اي اهميه كبيره قوي في التشيكن، يعني كباثولوجي او كديزيز ملوش اي اهميه كتيره، لكن مشكلته ان البروتوزوا بتاعت الهيستومنس اللي هي الهيستومنس بتدخل وتستخبى داخل الايج بتاعت الهيتراكس بتاعت الهيتراكس داخل الايج بتاعت النيماتود اللي هو اسمه الهيتراكس هيتراكس جاليني، هتاخدوه ايضا في النيماتود مع احد الزملاء، فهو بينزل في دروبينج. الايج دي بتحميه او تديله بروتكشن ممكن يقعد لسنوات، وبالتالي اول التركي ما يحصل ان هو التقط هذه البويضات بتاعت النيماتود اللي هي جواها الهيتراكس الهيستومنس بيصاب بالهستومنيز او بلاك هيد او الانفكشوس انتيرو هيباتايتس.
ايتيولوجي هيستومنس ميليجرينس، ده عبارة عن أميبويد بروتوزون. دايما بنلاقي في الطائر في تيشو فورم اللي هي بتعيش داخل الديب ليجونز في الليفر، وما بتكونش فلاجيليتد، بتكون ما فيهاش فلاجيلا، وبالتالي حتى تشخيصها بيكون صعب، لان احنا بنعتمد في التشخيص بالميكروسكوبيك اكزامينشن على وجود الفلاجيلا. انا عندي طفيل بروتوزوا بيتحرك، ما بشوفش التفصيل قوي لان انا بشوف باللايت ميكروسكوب العادي التكبير العادي، فبالتالي بشوف الموتيليتي وبشوف الفلاجيلا اللي هي بتكون موجوده بقى في الانتستين. لما الطفيل يعيش في الانتستين والتوسيكار بنلاقي فيه بيعيش على صوره الفلاجيليتد فورم، بيعيش على صوره الفلاجيليتد فورم اللي هو فلاجيلا زي ما هنشوف في الصوره، وبيكون سهل تشخيصه بالمايكروسكوب، على عكس التيشو فورم اللي هي موجوده ديبلي في الليجن اوف ذا ليفر and is not flagellated. الصورة دي بتوضح لنا على ال on the left side، على الشمال اللي هي اللي عليها label A أو اللي هي A، دي عبارة عن tissue form of histaminous meleagris اللي هي non flagellated form اللي هي بتكون موجود في ال lesion اللي موجود في ال tissue بتاع liver، تكون deep في ال lesion of the liver النيكروتيك ماتيريال اللي موجوده اللي وصفناها قبل كده، والاذر اللي بتكون صعبه في الديمونستريشن بالميكروسكوب لانها نان موتايل وما فيهاش فلاجيل. الاذر وان اللي هي نمبر سي اللي هي بتكون فلاجيليتد فورم اوف هيستامينس ميليجريدز فروم انتستين اور تو سي كاي، بتكون طبعا فلاجيليتد وبتكون سهلة في ان احنا نعمل لها ديمونستريشن او نوضحها نشوفها بالميكروسكوب العادي في الفريش بريباريشنز. ترانسميشن، بنشوف بقى الطفيل ده بينتقل ازاي من قطيع الى اخر او من تركي الى تركي. فبنلاقي ان الهستومونس بتكون موجوده داخل الايج بتاع النيماتود اللي هو اللي اسمه هيدراكس جليني اللي بتعيش في السيكم بتاع التشيكن والتركي، وما لهاش اي اهميه ممرضه قوي، يعني بتكون فيري تايني نيماتود صغيره جدا، يعني بالكاد تكاد تشوفها بالعين المجرده او بالدايسكتنج مايكروسكوب. فالنيماتود الهيستومينس بيحمي نفسه بانه يكون داخل هذه البيضة، بيكون داخل البيضة بتاعت النيماتود اللي هي التراكس جليني، وبالتالي بتدي له بروتكشن وممكن يعيش لمدة سنوات. يعني هو وين كونتيند ان ذا تراكس ايجز هيستومينس كان سرفايف فور ميني ييرز لعدة سنوات. وبالتالي التركي بيحصل لها الانفكشن بانها بتعمل انجيشن للتراكس ايجز كونتيننج ذا هيستومينس. ممكن ايضا او بالتاكيد مع دروبينج بتاع الانفكتد بيرتس سواء تركي او الشيكن بينزل فري ليفينج فورم اوف ذا باراسايت، بتنزل مع الفيكل دروبينج، لكن طبعا مشكلتها انها بتعيش لفترات قصيره جدا يمكن ساعات، فبالتالي بتموت يعني. لكن طبعا البيرت لو اخدها وهي لسه فريش ممكن ياخد ايضا العدو. التشيكنز احيانا بيحصل لها انفكشن او في معظم الاحيان او باي ذا بروتوزون وزاويد سيمتومز، وبالتالي بتتحول الى كاريرز اند كان انفكت تركي وين ريرد توجذر.